Μεκροπάς! ده واد عاطل بقاله سنتين وبقى مجرم. أول عصابة شكلتها يا تاني إعدادي يا تالت إعدادي في الرينج ده. أنت بقيت مجرم كبير يا طه، وكل الإعلان بيتكلم عنك. طه الإنسان جزء لا يتجزأ من طه المجرم. الولد ده لازم نوصل له في أقرب وقت. أنا اتخطفت مرتين، مرة اتدفع فيها مليون، مرة 700,000. طه إيه؟ إيه الحلاوة دي؟ هو ده مدير البنك؟ إلى حد ما. تعرف تسوق؟ لو السؤال ده اتكرر هفجر ده في دماغك. يعني ايه يضرب ابويا وانا عايش؟ ليه؟ مخلف سوسن؟ البلد كلها بقت عارفة حكاية الولد ده. عربية البوليس اتقلبت. مبروك علينا الإعدام يا رجالة، مبروك علينا الإعدام.